يفكر شباب معتمدية جرزون في تنفيذ مشروع تحويل حطام حافلة إلى مكتبة مليئة بالعناوين القيمة وبإمكانيات بسيطة، تصبح الحكاية مشوقة وممتعة. المشروع نفذ بإمكانيات بسيطة وأصبح جاهزا لاستقبال رواده منذ أواخر شهر ماي المنقضي. من حطام حافلة إلى مكتبة مزركشة تحتوي على عناوين مختلفة من الكتب التي تستهوي القراء، المكتبة التي اختير تركيزها في المركب الشبابي والرياضي بمدينة جرزون ببتزرت، ورغم حداثة تهيئتها فقد بدأت تستقطب الرواد. حاجة مزيانة على خيرتو، جيت مع المركب مازال كيحل ومازال جديد. هي بالشجرة معناها باش تولي العباد تجي، باش تجي المركب جوست مش جوست باش تلعب ولا حاجة، تجي باش تقرا باش هكا يستغل الواحد في أوقات الفراغ نتاعو. حاجة قلبت لك دي فكرة جديدة مزيانة على الآخر، حتى الشكل والفكرة ككل تعطيك موتيفاسيون كبيرة باش إنك تقرا الكتاب. فكرة مشروع المكتبة تعود إلى مجموعة من الشباب الناشط في جمعية مؤسسة الياسمين بجرزونة، ونفذت في إطار البرنامج الدولي المواطنة الفاعلة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني. وبإمكانيات بسيطة لم تتجاوز 2000 دينار صمم المشروع بدقة وجمالية. بتزرت أعطانا الكار، بعدك تم اتصال بالمندوبية، مندوبية شباب الرياضة قدمت لنا دعم مع مؤسسة الياسمين، دعم مالي. انطلقنا في التحيات نتاع الكار، جبناها من بنزرت، جبناها لجرزونة. الكار يعني محترقة ما تصلحش في حتى شيء، اليوم يعني جي تشوفها يعني كيفاش ولات مكتبة هكا محروقة معناتها بالفاصون هذه، باش نجم نردوها حاجة تصلح. قلنا من الأول صعيب برشا، بعدك شي معناتها بواحدة واحدة أنا والولاد معناتها بدينا نستقطبوا في الولاد معناتها أصحابنا الكل. كانوا فما معناتها بطاله، كانوا قاعدين في القهوه كل شيء، حابين منا نغيروا في رواحنا من غير منا معناتها نغيروا فيهم. ويهدف هذا الشباب من خلال مشروعه الى الرقي بالوعي الاجتماعي والثقافي لدى متساكني معتمديه جرزونة، وتحقيق الاندماج بين الثقافه والرياضه، وتنميه حس المطالعه لدى الشباب وفق تعبير